خليني أتكلم على شهر رمضان. شهر رمضان كل حتة في العالم بتلاقي إن الشهر ده ليه مميزات معينة أو ليه طعم مختلف، وكل دولة من الدول بيبقى الشهر الكريم ده حالة خاصة عندها، بيبقى بزينتها، بالعادات، بالتقاليد، بالأطعمة، بالمشروبات، بالصلوات التراويح، يعني كل حتة بتبقى ليها شكل وطعم ولون. طبعا في مصر يعني حاجة تانية، يعني زي بيقولوا رمضان في مصر حاجة تانية، في تنوع مذهل. لكن النهاردة عايزة أتكلم على رمضان في السعودية. السعودية هي بلد الحرمين، شكله أيضا هذا العام مختلف رمضان في السعودية، لأنه السعودية أطلقت موسم رمضان عشان يشمل عادات وتقاليد المملكة على مر الزمن، بالإضافة للترفيه والألعاب المتنوعة. تعالوا نشوف عملوا إيه. أهلا بيك في المملكة، هنا مكانك. بتستقبل السعودية دايما شهر رمضان الكريم بطابع مختلف عن جميع دول العالم، وبالذات مع السياحة الدينية واللي بتستقبلها مكة المكرمة والمدينة، وبتبدأ من مدينة جدة بوابة الحرمين الشريفين. هنا أدركوا المسافة بين الأمل والعمل، بين الطموح والإمكانيات. في مسلك بيوازن بين الدنيا والدين، بتتنوع فعاليات موسم رمضان في مدينة جدة التاريخية من خلال باب البلد، سرادق رمضان، رؤيتي وطني، والحواتين، وحكاوي رمضان. وبتشمل مجموعة من الأنشطة والأعمال الخيرية وتجارب الأكل والشخصيات المتجولة ومسرح العرايس ومركز الألعاب الشعبية والفنانين والحرفيين والذواقة والضوء، وكمان معارض لتاريخ جدة وترميم المساجد التاريخية وطباعة المصحف والطوابع والعملات القديمة وهلال رمضان وحكاوي البيوت والمسحرات والمطاعم الشعبية. وفي واجهة الرياض بيقدم موسم رمضان فعالية تليد تحت شعار فن موروث اكتشف وتعلم، واللي بيكون فيها مساحة تفاعلية بتستضيف عدد من الجلسات الحوارية وورش عمل لاكتشاف تاريخ الفنون التقليدية والخيمة الرمضانية ومنطقة إفطار وسحور رمضان والأعمال الخيرية وتفعيل مضمار المشي والألعاب الإلكترونية ومسابقات رمضان والأمسيات الشعرية. وفي الجانب الرياضي بتشهد الرياض تنظيم بطولة موسم رمضان التصنيفية لكرة البادل والكرة الطائرة في مختلف مدن المملكة، بتكون مجموعة من الفعاليات زي زينة رمضان وكل يوم طبخة ووصفات رمضانية. الأطفال هم موازين العالم في المستقبل ومناراته الهادية، ليهم نصيب من خلال فعاليات زي المكتشف الصغير لتعريف الأطفال بثقافة الآثار وفوازير رمضان وغيرها من الأنشطة. وبتبذل وزارة الثقافة السعودية جهود في التعريف بالثقافة السعودية الأصيلة اللي بتشارك العالم الإسلامي عن طريق العالم الافتراضي بمجموعة من التجارب الثقافية المحلية. طبعاً ده بيتم بالتوازي مع الجهود المبذولة في مدينتي مكة والمدينة المنورة، واللي بتساهم في تسهيل أداء مناسك العمرة لضيوف بيت الله الحرام عن طريق المنشورات المطبوعة والتسجيلات الصوتية اللي بترشد المعتمرين عشان يستمتعوا بالأجواء الروحانية.